النهارده عندنا ماتش مهم جدا، الاهلي والانتاج الحربي، الوضع ازاي؟ احنا الحمد لله ارقامنا يعني افضل بكتير، احنا بنتكلم ان دي مباراه مؤجله من الاسبوع ال 24 من عمر هنا مسابقه الدوري العام، اكيد مباراه هيحتاج فيها الاهلي ان هو يعود مره ثانيه لسكه الانتصارات بعد التعادل الاخير اللي كان مع البنك الاهلي، واعتقد ما كانتش يعني المباراه الافضل او النتيجه الافضل خلينا نقول، لكن احنا متعودين نقول صفحه واتقفلت، هيتم التركيز بقى فيما هو قادم، وزي ما عودنا برده موسيماني خلينا نقول ان هو بيسعى لتصحيح الاخطاء، الاول بيذكرها وبعدين بيسعى لتحقيقها لتصحيحها، وفي نفس الوقت كمان بيتكلم بشكل يعني مهم جدا ودايركت جدا مع اللعيبه، اعتقد ان كلنا عارفين ان كان في اجتماع بالامس يعني في غايه الاهميه كمان بين موسيماني والفريق، وهنتكلم على كل حال في كل التفاصيل دي، بلاش دلوقتي بس نحرق هذا الكلام، ولكن هرجع اقول كلنا ثقه في فريقنا ان احنا نعود لطريق الانتصارات مرة تانية في كل المباريات القادمة، ما عندناش أوبشن تاني بصراحة، يس كلنا ثقة في الجهاز الفني وفي اللعيبة، وهي مباراة برضو هنرجع نقول الأهلي عمره ما هينظر ليها كريم إن هي مباراة سهلة مباراة بسيطة طبعا. الكلام ده حتى لو بنتكلم من الأرقام في يعني فرق كبير جدا، ولكن أو النقاط لكن برضو أو حتى الترتيب، بس مش هو ده اللي الأهلي بيبص له. على الصعيد الثاني أعتقد برضو كابتن كشري كان ليه كذا تصريح، هو بيأمل إن هو يعوض النتيجة، يعوض الخسارة، يعوض الرانكينجز، هو من حقه برضو ده، أعتقد طلب مشروع جدا، الإنتاج الحرب عايز برضو يبذل افضل ما لدي، ولكن ان شاء الله يكون التوفيق حليف الاهلي. الفكره بس بتبقى في ان ساعات يعني البعض من الجماهير ده، ما كانش كل الجماهير يعني، فكره ان انت تخسري او حتى تتعادلي ساعات كتير بتبقى فكره مرفوضه، ساعات كتير بتبقي لعبتي ماتش حلو، جيم حلو وتعادلتي فيه، ولكن بيبقى ايه التعادل بين قوسين كده بطعم الهزيمه من وجهه نظر بعض الجماهير، لان النادي الاهلي بقى له فتره والنقاط طويله والنقاط والارقام والنتيجه، ما هي الفكره في النقاط والارقام، بس ان احنا ما عندناش مساحه قوي لا الهزيمه ولا التعادلات، صحيح. احنا في عرض كل نقطه، ولكن بطبيعه الحال لما احنا مدركين كده ما بين حضراتكم اللعيبه نفسهم اكيد كلهم يعني ثقه في ان ما فيش اي مساحه لاي تهاون باي حال من الاحوال، والحقيقه كلمه تهاون مش متحققه خصوصا في الفتره الاخيره من مشوار النادي الاهلي.